في الفنجان السابق تكررت عبارة كاريزما المتفائل كثيرا، وهذا ما دفع بعض الأصدقاء والمتابعين لسؤالي عن مصطلح كاريزما. ولأني إنسان شغوف بالعلم والتعلم، بحثت عن إجابات مختصرة للمصطلح. جهز فنجان قهوة وتعال معاي نكتشف الأمر، وقبلها أتشرف بمتابعتكم لي وأسعد مشاركتكم والاشتراك في القناة وأيضا مشاركة المحتوى مع من تحبون. ولنبدأ الرحلة. قبل كل شيء، يوجد رابط في الوصف لمقال كتبه الدكتور خالد المنيف في 2013 في صحيفة الجزيرة السعودية عن العادات العشر للكاريزما. مقال جميل جدا وأنصح بقراءته. وعموما الكاريزما مصطلح يختلف المختصون في علم الاجتماع وعلم النفس والإدارة في تعريفه، فهو موهبة قيادية عند بعضهم، أو صفة شخصية تدخل الهيبة والاحترام والطاعة في النفوس عند بعض آخر، أو خاصية شخصية تجعل لصاحبها تأثيرا أو قوة على عدد كبير من الناس. هذا بشكل مختصر، بس لو تعمقنا أكثر، الكاريزما هي الجاذبية المقنعة أو السحر الذي يمكن أن يلهم التفاني في الآخرين. الكاريزما مصطلح يوناني أصلا مشتق من كلمة نعمة، أي هبة إلهية تجعل المرء مفضلا لجاذبيته. اصطلاحا فإن الكاريزما هي الصفة المنسوبة إلى أشخاص أو مؤسسات أو مناصب بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ولقد استخدم المصطلح في فجر المسيحية للإشارة أساسا إلى قدرات الروح القدس. ويرى فريدريك لوبون أن الكاريزما هي قوة الإغراء والسلطة بمختلف صورها التي يمارسها فرد ما على جماعة معينة، وتشكل مصدرا أساسيا للمشروعية. ويعتبر ماكس فيبر أول من أعطى المصطلح صبغة سياسية عندما استخدمه للإشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين، إلى الحد الذي يجعله في مركز قوة بالنسبة لهم، بحيث يمنحه الواقعون تحت تأثيره حقوقا تسلطية عليهم كنتيجة لقدرته التأثيرية. نظرية فيبر في السلطة هي من أشهر ما ارتبط باسمه، وفيها بحث عن الأسباب التي تحمل الناس على الرضوخ إلى الأوامر الصادرة عن السلطة العليا. ولقد قسم فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع: السلطة التقليدية، وهي التي تستمد شرعيتها من الأعراف والعادات والتقاليد المستقرة. السلطة القانونية العقلانية، وترتكز شرعيتها على إيمان المحكومين بقانونية مجموعة من القواعد والإجراءات وبحق الذين يصلون إلى السلطة وفقا لها في أن يمارسوا سلطاتهم ويصدروا أحكامهم التي تكون ملزمة للجميع. السلطة الكاريزماتية، والتي تستمد شرعيتها من إيمان الآخرين بقدراتها. وما يهمنا في الموضوع برمته هو النوع الثالث. باختصار وبوضوح شديدين، فإن الكاريزما هي فن التأثير الإيجابي في الآخرين، ويمكن أن نسقطها على مصطلح القدوة في اللغة العربية. لكي يكون الشخص ذو قدوة، من الضرورة والمهم أن يتمتع بصفات قيادية تحفز الآخرين على الاستماع له والتركيز في كل أفعاله وأقواله، وهنا تبرز قوة الإقناع وفن التأثير على الآخرين. وفن التأثير على الآخرين يعتمد على عناصر كثيرة، ويمكن تعريف فن التأثير بأنه المقدرة التي يتمتع بها البعض، والتي تمكنهم من تغيير سلوكيات وقناعات وتصرفات شخص آخر أو مجموعة أخرى تجاه فرد أو مجموعة أفراد أو أحداث
أو حتى فكرة معينة. وغالبا ما تتم عملية الإقناع من خلال إيصال رسائل أو مشاعر معينة أو معلومات أو منطق إلى الطرف الآخر أو مزيجا من ذلك كله. في صندوق الوصف يوجد رابط يشرح بإسهاب عن الموضوع، من يجد في نفسه الرغبة فمرحبا به. ولأني لا أريد الإطالة وأشجع على البحث والمطالعة، فيا حبذا لو يتم النقاش فيما بيننا في الصفات القيادية الإيجابية، فتبادل المعلومات يساهم بشكل كبير في تشكيل الشخصية الإنسانية الإيجابية، ولأن الشخصية الجذابة ينبغي أن تؤمن بالرأي والرأي الآخر. فحقيقة سعدت بتعليقاتكم جميعا وبلا استثناء. أيضا وبشكل يومي فإنني أقوم بمشاركة منصات نقاشية لإخوة وأخوات أعزاء يتم فيها عرض أطروحات فكرية وثقافية واجتماعية مختلفة، ونرحب بمشاركة الجميع فيها، فنحن نستفيد منكم ونسمو بفكرنا بكم. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر ان الكاريزما والاقناع لا يعني بالضرورة ان نجبر الاخرين على اتباع افكارنا بالمطلق وبالقوة. طابت اوقاتكم.